السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا فيديو جديد، نهار جديد. المهم لقيتوني راني في الدار ديالنا القديمه، الصويره تاع اختي، واخيرا غادي ندخل باش نجمع الحوايج اللي عندي في هاد الدار هادي، وغادي نكملوا الطباقي ديال الرحيل، حيت انا ملي كنت غادا صافي سديت بيتي وما جمعت حتى شي حاجه فيه، حتى حاجه ما جمعتهاش. ودابا يلاه حتى بالاول الشهر صافي، يعني الكرا صافي خصك تسالي وخاصني نجمع الحوايج. ودابا معايا خالتي بشرى، هي المساند الرسمي ديالي فهاد النهار. مسكينه، شكرا لها بزاف حيت تعذبات مسكينه بنتها ولات لهنا باش تجي عندي، كنلقاوها في هاد المواقف هادو، شكرا لها بزاف. المهم دابا غادي نختك، دابا كتبويسه صغيره، دابا غادي ندخلو وغادي نشوف الدار ديالنا كيفاش ولات من بعد من بعد الرحيل. المهم اجي دخلوا معايا، ما عرفتش ما تمنيتو. الله يسعدهم يا ربي، الله يجعل ربي يوقف معاهم. انا عيطت لي يسرى تجي عندها، عيطت لي لبنى اجي عندها، راهم عزازين وغاليين وفوق راسي. لا اختك اجي خالتي، اجي باش ما ننساها برا. خليوي يعمر الى الله. بيتي صراحة مش كاين هادشي، هذا اللي كيوقع توحش بيتي بزاف والله. إلا جاتني في شكل دابا راه تقريبا شهر باش خرجت، جاتني في شكل شكل بزاف. توحش هاد الحوايج، دابا الحاجه اللي كتكون عندك ديما ما كتكونيش عارفه لا فالور ديالها، حتى كتفتقديها. دابا هادشي كيطالع ليا في راسي بحال توحشت لهم. دابا تحس كان السكن تحشتهم وما بقيتش كنهصك، وليت كنهصك واحد الكحل اللي كتشوفوه عندي هذا ديال بارفور، وعرفتي تقشر هكا من هنا تقشر، ولا حات وكوت اللي كنستعملو بزاف. كنت مع الاذان، سبحان الله الاذان ديال البارفور. البنات باش ما نقصوش كنتازموا بزاف كثر من القياس، دابا غادي نبداو نجمعوا هادشي هذا وغادي نديروا بحال هيدا، وغادي اختي نتشمروا لهادشي هذا ونجمعوه، حيت صافي ما بقاليش الوقت، بقات لي هاد اليومين هادي، الا ما ساليت اليوم نكمل غدا ان شاء الله. المهم النهار كامل عندنا غير ديال التماره والشغل، ولا يوفقنا يا ربي. يلا خليكم معنا البنات. هذا البيت ديال اختي فاطمه الزهراء مسكين، كيفاش ولا ولا لا جوني دموع جاني بكا بيتي، ما بكيتش عليه ولا شي حاجه، ولكن اختي حيت جا في هاد الظروف مسكينه بقات فيا بزاف، بقات فيا بزاف بزاف الزهرة، بقات فيا مسكينه ساكا. هاد البيرو ما كانتش حامله، كانت ديما كتقول غنبدلو غنبدلو، حالتو حالتو المشطه ديالها كانت تالفه. بقات فيا اختي كثر مني، بقى فيا انا راسي وعلى بيتي وعلى كلشي، وحيت انا الحمد لله كيما بغا يكون الحال كوميم، ماشي بحال اختي مسكينه دابا مسجونه وكلشي. اختي مزداتش عليا عافاك في هاد الحاله،
بعد ما لقيت ما نلبس خربت هذه من فوقي وصافي. دابا خارجه باش غادي نجيب السكان ديال الشمال واللي ما عرفتش منين غادي ناخذهم غير كندور صافي. غنشوف شهري هو اللي غادي يكون عنده غالبا شهري، وخصنا نشوف السكان الشمال وصافي. كنا باغيين نكراطا وشطابه وداكشي، ولكن لقيناهم كاينين. عرفتوا انا راني عرقانه الصد، ومع ملي كندير لك هون كيكون الصد تيولي لي ما معاك تخلط لي تيولي لي ما كمليحات. وقفت عند واحد الهري تمايا كاينين عندو داك السكن ولكن غير صغار هما هادو. البنات دابا لقيتوني جبت داك الشواكش ديال الشمال اللي قلت لكم هما اللي غادي نحتاجو، واخا ما لقيتش داك الشواكش الكبارين اللي كبارين ديال الشمال نيت، غير واحد شويكتات صغار جبت منهم اربعه وصافي. اصلا ما عنديش صراحه الحوايج بزاف، كاينه واحد لافاليز وكاين واحد الشاكوش كبير ديال الشمال هذاك نيت الفري وصافي. والحوايج اصلا ما كاينش بزاف اللي يحتاجو، وكاين عرفتيني داك الرزيمات راكم عارفين كنحطو يزار هكا ولا ملاي رقيقه كبيره وكتبقى تجمع الحوايج وكديري بحال هكا رزيمه وصافي هكا حتى كتلقاي راسك جمعتي. المهم غادي نجمعو داك الشيء الرقيق هو الاول، ومن بعد غادي نعيط لعمي مسكين يجي يعاونني في داك الشيء الثقيل. مثلا الناموسيه ديالي البيرو ديالي هادوك غادي نبيعهم صراحه، يعني واخا انا مقبله على واحد الحياه جديده واخا غنمشي لدار جديده، واخا هكاك انا ما بغيتش يبقاو عندي نفس الناموسيه وتبقى عندي نفس الكوافوز وداك الشيء كاع هاد الحياه القديمه بغيت نحيدو. صافي بغيت نحيد كل شيء صافي، نرمي كل شيء نبيع كل شيء، حتى الفراش ديالي ان شاء الله يكون جديد، كل شيء يكون جديد، تكون ان شاء الله حياه جديده بمعنى الكلمه ماشي غير هضره. ان شاء الله يا ربي تيسر لي الامور، وانا كنحاول نغير هذه الحياه شويه بشويه ومعاكم كذلك كنشارك معاكم كل شيء بالتفاصيل ان شاء الله. المهم انا قلت لكم ناموسيتي غادي نبيعها بالمضربه بكل شيء، والبيرو ديالي حتى هو غادي نبيعو وصافي هادشي اللي كاين هذا ما كان. المهم غادي نطلع دابا نشوف خالتي بشرى ونعاونها شويه. يلا تبارك الله شحال عندي ديال الرحيل صراحه، ما كانش عند بالي غادي يكون هادشي كامل عندي انا في بيتي، ولكن شوف خرج من بيتي العجب. لا تبارك الله انا باقي على شويه ساعه تبارك الله شويه يعني هادي خاصني كامل هادي شي كامل. البنات هادي ديال هذيك الصباله الصغيره ديال تقاشر زعما والملابس الداخليه ما صدقتش زوينه كاع ما زويناش، يعني الا شي وحده كانت باغا تاخدها ما تاخدهاش ما زويناش. صافي شوفوا هانتوما هادشي ديال الحمام هنا واخا مرون هادشي، هذاك الشيء ديال الصباغه ديالي وهذاك الشيء لي طابلو صراحه ما عرفتش نحط هذوك لي طابلو ما عرفتش واش نديهم معايا للدار ولا لا. صافي هاد الجبانيه فيها الصباغه سبردينه، هاد الصاك هذا كله فيه السبرديلات والصباب ديالنا ديال كاين ديالي كلشي ديالي ولكن شويه دختي وعاوتاني كاين هنايا. صافي هادشي اللي كاين. المهم هادشي تا نمشي للدار ونجلس وعاد غادي نشوف اللي غادي يترمى واللي ما غاديش يترمى. دابا جمعت كلشي جمعته وفاش نمشي عاد غادي نختار هادي ترمى هادي تبقى، حيت انا بزاف د الحوايج صراحه غادي نحيدهم مثلا ديال الصيف وداكشي ما مابقاوش عاجبيني، انا راني زدت في لو بوا داكشي علاش خصني نحيد. صافي المهم هذا هو البيت ديالي بقى هكاك. هنا كاين هاد لي زاجامي فيه الزبل حيت ما لقيناش فين نجمعو ولا سطل والو. صافي الشطابه داكشي، وهاد المرايه هادي صراحه ما عرفتش شنو ندير ليها، واش نحيدها ونديها معايا ولا نبيعها ولا شنو ندير لها ما عرفتش صراحه. تكلفصات شويه خصوصا من هنا تكلفصات مابقاتش زوينه. الحمام جميل دوزت يا اختي تندوش فيه وكندير فيه داكشي ديال البنات، تندوش فيه وندير فيه الصابون ديال الحك وكنت تنضرب فيه تحميمات زوينين زوين. صافي مشات التصويره، التصويره عندي زوينه، التصويره كتعجبني بزاف كتعجبني.
صافي هادشي اللي كاين. المهم هذا هو بيتي صراحه. هاد البيرو هذا راه ولا حال سو حالته حاله. شوف شوف يعني ما بقاش صالح هنا تهرس. شوفوا على هذا تهرس الداخل ديالو. المهم داك ولكن راه عامين هو عندي صافي يعني راه دوز وقته صراحه عامين. صافي هادشي اللي كاين. البلاصه هادشي راه ثقيل بزاف امي. ما بقات لي غير خاتم في يدي شايطه ما درتش الفوضى. المهم راه داكشي كامل مسكين هبطو عمي انا ظهري كيحرقني نزيدو له الماء غير ربعنا. صافي شنو بقى داكشي ساهل. شنو بقى اخر هذا في الاول. في الاول كنت كنقول ما عنديش حد دابا رحيل بزاف فاش كيجبدو كيبقى يشبع كيدور فوق براسو كيتلف. سمح لينا بزاف سمح لينا. ماشي مشكل. المهم راه عمي هو اللي جاعوني. ايوا هنا كنرد عليكم عمكم. ايوا. الله يحفظك ويرزقك بخير. بالنسبة للدار اللي غنمشيو لها دابا فوقي ولا سفلي؟ فوقي. مزيان. مبشرك. كنشوفوش بيت مرة ولا لا؟ يا البنات دابا حنا كنجمعوا شكون جا عندنا حتى هو اللي كيجمع لنا الرحال مسكين. شكرا بزاف. الله يفاجئ اختي وسرا شغنقول لك الله يفاجئها والله ييسر الامور وصافي. امين. شكرا بزاف اخويا ربي يخليك. الصراحه احنا حاضرين لهذا الشيء هذا لا اله الا الله. داكشي اللي كاين شكرا امين. المهم هنايا داكشي كامل صافي. تما مازالين في الدروج شويه هنايا في الطوموبيل. عندنا هادشي هاد الصاك هدا عمرته بالحوايج. هادشي ديال خالتي بشرى. هادشي اللي بغيو الطوموبيل يسرى لهم و دابا كنساعدو بالكوفر. صبرت اصلا على الكوفر على كبير حيت التريبورتور عمر بزاف. عندي معايا حتى الطوموبيل. عندي شي حاجه خالتي بشرى سبقاتني للحانوت قالت لي انا سبقتك. ايوا فاش جيت عندها قالت لي خلطي عليا. قلت لها غتشري الملحه. قلت انا كنقول شنو غتشري هاد المراه من الحانوت شنو غتشري. ايوا فاش جيت وانا تقول لي في راسي غتشري الملحه. سخوطة خالتي بشرى علامة. اي دار جديدة خصها تمشي لها ولا اي بلاصة ولا وقع شي مشكل الملحة 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 الملحة. ولكن زوينة زوينة. مبينة اللي يوصلها مبروك الطونوبيل. شارية لي سكر الحليب. علاه السكر والحليب؟ هذا قد السكر باش تمشي ايام كاملة بيضة وبيت لك الطريق. انا اول مره اركب معك في الطوموبيل. اول مره تركب معك؟ عليها قلتي لي ما نركبش معك. لا ما نركبش معك تندخل لك البياض وجوج الحليب هنايا حتى هما. هذا وبياض اخوتي العزاز الغاليين. خليوا لي تعاليق زويونين وخليوا لي يسرى. والمليحه انا راه من المفضل. المهم حنايا نعتبروا بها زعما راه ماشي شي حاجه. والمزهر لالا تضرب شويه ديك الطوموبيل ديالك باش ما يقولوا لك راه سحرت لك بشرى باش تظهر عليك الدنيا. ماشي ما كاينش اخوتي. اييه ومبروك عليك الف مبروك. وهذاك الشيء اللي قدرت عليه كي كنت قدرت نجيب لك كادو ما احسن. لا لا خطيك اخوتي. ومازال الخير القدام ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا البنات. دابا حطينا الطبله هي هادي خالتي بشرى متكي. انا كاو هادشي راني كاو. بقى 5 دقائق المغرب. 5 دقائق عرفتي حاجه حاله وبحال مرض بحال ضربني البرد. تماره ضربت تماره بزاف.
خصك مشيت تماره المهم هادشي اللي كاين. درت البيشاميل راه في الفران ماما يمكن بركه عليه صافي بركه على داك البيشاميل. صافي انا صوبته ودخلته الفرن وصافي. هذا ما كان المهم هذا هو فطورنا البسيط. هذا خير تربيع هو فانا عصير مسلوقه. هذا هو الطاجين ديال كنحمق على الطاجين بالبطاطا والدجاج. كتبت شي حاجه كجاتني تمشي نوزع السلافه. كنتي غتهزي غير السلافه لا تقيمش ويلي 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 تخيلي كنا ديتي غير السلافه وهي طلقات. دابا انا كنت غنهز السلافه وهي مدت لي البلاطو كامل وكنت غنطلق منه. وهذا العصير الام المغربيه هي السادة كتجيب العصير في المونيليكس. المونيليكس حاضره. المهم هذا هو كاين هنايا سيترون بالبنان وهذا غير التشيني الليمون عادي والغريضات. هذا من هذه الموشات ديالي كان باز كبير جابوا لي الزوج ديالي. هاي 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 على الزوج ديالي وحطته هنايا ودابا دبلو داك الوريضات وصافي. كندوز غير شويه ديال التمر كنتكرفس بزاف غير شويه ديال التمر ما تديش معايا التمر كاع ما كنبقاش شاده في راسي ولا والو كنطلق من راسي في مره وكنتكرفس. البنات المهم دابا لقيتونا يلاه فقنا عاوتاني ولبست حويجاتي وخارجه غادي نمشيو عاوتاني للدار. جمعت هنا الحوايج اللي ما كنلبسهمش هنا عند امي ما غير زايدينهم تقليل علينا غادي نديهم معايا. كوكو كتشبه ليلي تاعي الله يرحمها عاديالك سبحان الله عاديالي اللي كانت عندك السلام عليكم المتتبعين ديالي وسرا كدايرين كي صبحتوا مزيانين بخير لاباس عليك بخير الحمد لله كي درتي معايا التمر الحمد لله لاباس الحمد لله انا من نجي عند اسره مغربيه بدون استثناء كل لاباس الحمد لله لا خداك. المهم خالتي بوشرا مسكينه كتبغي تجي عندنا حيت المهم راكم عارفين دخلوا القناه ديالها ودعموها وهذا مكان دخلوا حتى القناه ديال ام يوسف الفاسيه. المهم حتى ماما راها معنا هي الاولى حتى ماما راها معنا مسكينه ماما مشات دارت التحاليل وداكشي وغادي تهضر لكم داكشي في القناه ديالها ان شاء الله والله يكون معها وصافي. السلام عليكم وليداتي وبنياتي واش اخباركم ولاباس عليكم والعواشر مبروكه. دابا نقولوا العيد مبروك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخليكم على خير امين. المهم يلا خليكم معنا غادي نمشيو عاوتاني للدار النهار الثاني باش نكملوا الجميع. البنات جبنا تيت وجافيل جبنا هادي وجبنا جافيل باش نضربوا واحد السيقه للدار حيت راه حالتها حاله باش نخرجوا منها بسيقه. المهم غادي نحيد هاد لاكليم غادي نحيدها باش نديها للدار جديده ان شاء الله وغادي نحيد هادي هادي غادي نبيع كلشي تقريبا نبيع كلشي حتى هذا. المهم راه قلت لكم البارح صافي هادشي اللي هادشي اللي عندنا. داك المراه ما عرفتش شنو غادي ندير معاها. المهم هادشي اللي كاين صافي غادي نسيقوا الدار وهذا ما كنبغيش نطول عليكم اكثر بغيت نحط لكم فيديو دابا باش تشوفوا هادشي كيفاش داير وصافي. دعواتكم معايا نعطيكم الستر وراه راه حتى حاجه في الدنيا ما ساهله. هانتوما غير بيت بيت غنرحلو ويومين والروينه هذه غير في الفيس ياك
وليت تما تحلو بالضوء حي ديال الدار داكشي اللي غادي ندير كلش خلي انا كاين شي ولكن كيفاش جيت شحال جمعنا من شي البارح شحال ديال طلع هبط طلع هبط ما كنت نبغيش داك رحيل داكشي كامل انا تفاجات بني جمال واش غادي صح شكرا على المجلس ما كاين حتى شي مشكل حنا كنعطيك عليهم تيصوب الله شاء ربي يخليك عليهم الله يعاونك تنسى على وليداتك امين يا ربي امين يلا المشاهدين السلام عليكم نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا بزاف باي باي.